لن نذهب إلى حوارات شكلية ولن نذهب إلى اتفاقات شكلية. يجب أن يكون الشعب مصدر السلطات، ويجب التوافق على طريقة لتحويل هذا إلى نصوص دستورية ملزمة إلى الجميع، بحيث يعبر الشعب البحريني عن إرادته بشكل حقيقي ويتولى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفقا لإرادة شعبية. لم يعد بالإمكان عقد اتفاقات سورية كما حدث في 2001 دون ذلك، لن تقبلنا دون ذلك. إذا قبلنا بها نسيء إلى بلدنا ونسيء إلى مستقبل أبنائنا. من يقبل بالطرق الأخرى واجتمع وحاور؟ نحن على استعداد أن نلتقي في المجلس، ولم ينسحب كما انسحبتم. أي مجلس هذا الذي لا يستطيع أن يقر قانون؟ لقد حاولنا في هذا المجلس، وكانت النتيجة بأن كل الأمور هي بيد جلالة الملك، وبالتالي أنت في نظام ديكتاتوري لا علاقة له بالديمقراطية، لكن وهذا غير قادر على تحقيق مطالب مع بقاء الملكية.